كتقلبي على طبق عائلي صحي لذيذ وكيشهي، فما عليك الا تبعي معنا الحلقه ديال اليوم. عندي ليك جوج ديال الحوايج، شهوه سهله وفرصه ربح هديه رائعه في هذه الحلقه. تفرجي، شاركي، بارطاجي، ممكن تكوني انت هي توب حد قال الفائزه ديال هذا الاسبوع. الشهوه ديال اليوم هي حوت البوري بالخرجوف في الفران. ما نعاودش لكم شحال منين. باش نوجدوا هذه الشهوه غادي نحتاجوا كيلو ونص ديال سمك البوري مشرح، 800 غرام ديال الخرشوف ونقي، قزبور، زيت الزيتون، ملحه، الابزار، تحميره، كمون، ملون طبيعي، السنسله، بن الطياب، ضامتي ديال الثومه وضامتي ديال الحوت. ها هو ملخص المقادير على الشاشه. ندوزو للتحضير. نديرو الخرشوف يتسلق في الماء تقريبا نص ساعه، وملي يطيب كنصحكم توضعوه مباشره في الماء بارد في مثلجات باش يبقى شاد اللون الجميل ديالو. ندوزو دابا نوجدو الشرموله في ميكسور. نخلطو القزبور، نفردو ضامتي ديال الحوت، وبن الطياب ديال الثومه، كمون، تحميره، ملون طبيعي، السنسله اللي مكوناته طبيعيه واساسها الخرقوم وفيتامين بي 2، ونزيدو الابزار وزيت الزيتون، ونطحنو كل شيء حتى نحصلو على شرموله متجانسه، ونخويوها في جبانيه. ناخدو مول ديال الفران، نسرحو فيه ورق الألومنيوم وفوق منه ورق الطبخ، نفرشو في الأرضية الخرشو في المسلوق، نحطو فوق منه جزء ديال الشرمولة اللي وجدنا، نزيدو فوق منه البوري ديالنا، ونزيدو الجزء الآخر ديال الشرمولة، ونسدو عليه بورق الطبخ وورق الألومنيوم، وندخلوه الفران 45 دقيقة على درجة حرارة 220. بعد ما طاب الحوت ديالنا، نزولو ورق الطبخ وورق الألومنيوم، ونقدموه سخون، قزبور، مع طريفات ديال الحمض، وبالصحة والراحة. نرجعوا للمسابقة ديالنا، باش تحاولوا تربحوا الهدية ديال هاد الأسبوع، جاوبوا على السؤال اللي في الرابط اللي كاين أعلى الفيديو. علاش نصحتكم ديروا الخرشوف في الماء بارد مع المثلجات من بعد ما طاب؟ باش يحافظ على اللون ديالو، ولا باش يحبس الطياب، ولا باش ما يكحلش؟ جات على بالك شي فكرة وبغيتي توصلي علينا؟ ما عليك غير تشاركيها معنا. ملي كتواصلي معنا كتشجعينا نعطيو المزيد. ما تنساوش تزوروا موقع قناتكم توب حدقة، وتبعونا على انستغرام، فيسبوك، ويوتيوب.